النهارده هنعمل حاجة عظمة جدا جدا حرفيا وبأرخص التكاليف إذا أصلا ما كانتش ببلاش. تعالوا بينا نعمل الحاجة العظمة الجامدة دي. طبعا كلنا طبعا عارفين إن احنا دخلنا دلوقتي في شهر 11 وفاضل شهرين بالظبط على نهاية السنة. أنا بصور الفيديو ده يوم 1/11. الحاجة العظمة اللي احنا عايزين نعملها إن احنا عايزين نغير من شكلنا ونغير من جسمنا ونغير من حياتنا في الشهرين اللي باقيين دول. لو عايز تخس هتخس، لو عايز تهتم بعنايتك بالبشرة هتهتم، ولو عايز تعمل أي حاجة حرفيا أو تنمي نفسك في أي حاجة أو كورس أو تجيب درجات عالية في أي حاجة حرفيا فأنت تقدر تعمل في الشهرين دول. خلينا ناخدها جاية تحدي كده مع بعضينا ان احنا في الشهرين دول او مع دخول السنة الجديدة نكون مغيرين من نفسنا. واللي احنا هنعمله اللي احنا دلوقتي هنصور نفسنا، لو انت عايز تخس او عايز تهتم ببشرتك او وشك والكلام ده، ان انت هتصور نفسك دلوقتي اللي هو في شهر 11 وتشوف اخر شهر 12 في يوم السنة الجديدة هيبقى شكلك عامل ازاي والتغير بتاعك هيبقى عامل ازاي، وتبعت لي الصورة قبل او بعد وننزل الصورة ونقول للناس ان انت في شهرين بس اتغيرت. وعلى فكرة تقدر تخس في الشهرين دول، تقدر تعمل جسم في الشهرين دول، تقدر تغير وشك في الحبوب بتاعتك وتهتم بعنايتك بالبشرة في الشهرين دول، تقدر تعمل اي حاجه حرفيا في الشهرين دول، بل الشهرين كتار جدا جدا اصلا. فتعالوا نعمل حاجه العظمه جدا جدا دي، وانا هبدا بنفسي واتغير وهعمل حاجات انا المفروض ما كنتش بعملها، اذا كانت صلاه او اذا كانت عنايه بالبشره او اذا كانت اي حاجه حرفيا او خساسان او اي حاجه يعني. وتعالى في الانستجرام عندي وكل واحد يعمل اي حاجه جديده يبعت لي وهنزل صورته في الستوري كل يوم. كل ما تعمل الحاجه دي كل يوم وخلصتها تقوم بعت لي هنزل صورتك في الستوري كل يوم مهما كان العدد ومهما كانت انت بتعمل ايه. فيلا بينا نعمل الحاجه العظمه دي، شير بقى في كل مكان واعمل منشن صاحبك عشان تعملوا انتوا الاثنين الحاجه العظمه دي، ما تستبخرش العظمه دي لوحدك. وشير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 قبل نهايه السنه وعايزين نعمل حاجه عظمه قبل نهايه السنه. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.